بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، كيف لو سمعت صراخهم وعويلهم وهم لا يسمعون ولا يبصرون؟ كلما دخلت أمة إلى النار لعنت أختها، يتسابون ويتلاعنون ويتلاومون، وكلهم في العذاب خالدون. يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فلا يسمع كلامهم ولا يجاب دعاؤهم ولا يرحمون. إنها النار عباد الله، إنها النار يا عباد الله، دار الذل والهوان، دار العذاب والخذلان، إنها دار الشقاء والندامة والبكاء. تجري دموعهم في نار جهنم بحارا وأنهارا، ولن ينفعهم البكاء. نريد أن نحافظ على الصلوات، نريد أن نشهد الجمعة والجماعات. سأل الحجاج سعيد بن جبير، بلغني أنك لم تضحك، بلغني أنك لم تضحك قط. قال كيف أضحك، كيف أضحك وجهنم قد سعرت، والأغلال قد نصبت، والزبانية قد أعدت. وقيل لمحمد بن الواسع لما لا تتكئ في المجالس؟ قال إنما يتكئ الآمن، وأنا لازلت خائفا. عباد الله، عباد الله، كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، وضيعوا أوامره ونواهيه، تناسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أنجوا بأنفسكم من النار، أنجوا بأنفسكم من النار، أنجوا بأنفسكم من النار. فوالله إن لم تتداركنا رحمة العزيز الغفار لنكونن من الخاسرين. فاجعل همك وسلك الشاغل الفرار والنجاة من النار، فإنك إن نجوت من النار دخلت الجنة. ودرء المفاسد مقدم على